السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، اليوم عندي فكرة حماية المنزل بالكامل بجهاز حماية واحد مال ثلاجة. الطريقة هي تجيب تنجوفر من المحلات الكهربائية، أكو تنجوفر نفس هذه النوعية، هسه هذا مستخدم، أنا مستخدمه أول ما استخدمته في 2006. شدة هذه تغذية 220، يلا يحول من تنضغط هاي الداخل نفس الكونتكتر مال السبت، تنضغط هالشكل يوصل، هذا 3 فيز 3 أقطاب حار يوصل. فهاي التغذية أخليها عن طريق جهاز حماية مال ثلاجة، مخليه على 5 ثواني على مود الكهرباء، من تجي صدمة الكهرباء الأولى ما تجي للبيت، ف 5 ثواني يشتغل المنزل بالكهرباء. وهذا أقوى من هذين الأجهزة هسه اللي يبيعوهن بالسوق، اللي هن شلون مثل السنجوفر هذا المغلف، هذا يجي أقوى من عنده، وهذا 3 فيز، وأنا مشمبلهن كلن، هذا مصلب هذا مصلب هذا، ومسوي للكهرباء الرئيسية، وهذا للمولد، هذا يحول عكسي، يعني إذا طفت الكهرباء يحول الكهرباء للمولدة. فما أحتاج بعد سنجوفر ذاك الكبير اللي هو 60 أمبير يسمونه، هذا أقوى، وأشغل عليه يعني سبلتين تقريبا بالبيت، أنا سبالتي 1.5 طن، والبيت كله مشتغل عليه ومأمن من عنده، يعني إذا شفت جهاز حماية مال ثلاجة مشتغل بيه قلوب أحمر أعرف أنه الكهرباء لو بيها ارتفاع لو بيها انخفاض، فيظل البيت طافي، وهذا الجهاز ناجح 100%. وهذا الأصل مالته موجود يمكن ب 15,000، وجهاز حماية عادي مال الثلاجة أبو 5 دقائق 5 ثواني، تخليه على 5 ثواني وتخليه ثابت بالبنل، وطريقة حلوة وفعالة، وأنا مجربها من 2006، ولا هذا اليوم إن شاء الله ناجحة 100%، والله يحفظكم إن شاء الله من خطر الكهرباء. وشكرا لايك ومتابعة، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد بالتعليقات، وشكرا لكم.